سائل من أوروبا يقول: أختي جاءها مال قد اكتسبته من الربا وأرادت أن تتخلص منه. أختي يقول: أختي جاءها مال قد اكتسبته من الربا وأرادت أن تتخلص منه، فأعطتني إياه وأمرتني أن أسلم هذه النقود إلى أسرة نصرانية ليس بنية الصدقة بل بنية التخلص من هذا المال الخبيث، فهل ما أفعله صحيح؟ هذا يكون مثل المال الضائع، مثل المال الضائع الذي ليس له مالك، فتعطيه للمحتاج، ما في بس. نعم.